يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية والذي يعقد في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باكو سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع. إذا نرحب بك دكتورة في نشرة الثامنة. ما أهمية مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في هذا الاجتماع، وما هي أهم القرارات المتوقع صدورها عنه؟ مساكم الله بالخير من باكو، وشكرا لهذه الاستضافة من أجل تغطية مشاركة الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة والمعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية. طبعا هناك أهمية كبيرة لمشاركة وفد الشعب البرلمانية في هذا الاجتماع، وذلك من أجل تأكيد دور السلطة التشريعية في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وأيضا المشاركة في التجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة بأهمية دور السلطة التشريعية في هذا المجال. طبعا الدبلوماسية البرلمانية تعتبر منطلقا أساسيا لعمل الوفود البرلمانية، لذلك شارك وفد الشعب البرلمانية صباح هذا اليوم في الاجتماع الخليجي التنسيقي من أجل بحث المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، ومن أجل تبني مرئيات موحدة تعبر عن موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فقدم الحقيقة اليوم وفد الشعب البرلمانية مرئيات السلطة التشريعية حول تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية عن عمل اللجنة الدائمة واللي هي معنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية، إلى جانب المرئيات المتعلقة بإنشاء لجنة خاصة للنساء البرلمانيات في الجمعية، نظرا لأهمية تشكيل هذه اللجنة، وأيضا المناقشة العامة عن مشاريع القرارات اللي راح تتبناها اللجنة وتحيلها لاجتماع الجمعية البرلمانية القادم. نعم. فهناك كانت العديد من المحاور عملت الشعبة البرلمانية الحقيقة على مناقشتها وإعداد مرئياتها بشكل جيد في الفترة السابقة، والحمد لله حظيت اليوم بدعم الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تفعيل أكثر إيجابي لعمل جمعية البرلمانات الآسيوية. نعم، من باكو سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، عضو مجلس الشورى وعضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع، شكرا جزيلا لك.